أعزائي المشاهدين، أسعد الله صباحكم في عدد جديد من نقاش غرفة الأخبار مباشرة من قناة البلاد، والذي يخصص عدده اليوم إلى ملف التنمية المحلية، الجماعات المحلية بين ضرورة عصرنة التسيير وتحديات التنمية. الجزائر مقبلة في 27 من نوفمبر القادم على انتخابات محلية لتجديد المجالس الولائية والمجالس البلدية. تعليمات لرئيس الجمهورية أمام اجتماع الحكومة مع الولاة، وفي مجلس الوزراء تحث الولاة والجماعات المحلية على اتباع طرق عصرية في التسيير تجعل من ولاياتنا ومن بلدياتنا ودوائرنا مراكزا مؤسساتية مدرة للأرباح وليست اتكالية على الريع الذي بات غير ممكنا وفقا للظروف الاقتصادية والعامة الراهنة. ولمناقشة كل هذه المواضيع والملفات نسعد اليوم باستضافة السيد خليف رضوان، رئيس حزب الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية. صباح الخير. شكرا. شكرا لك على تلبية الدعوة. سيد خليفة، ربما الجزائر مقبلة على انتخابات، على موعد انتخابي جديد لتجديد مؤسساتها، وخاصة اليوم هي الجماعات المحلية. هنالك بين من يستهين بالجماعات المحلية، لكن في حقيقة الأمر الجماعات المحلية هي القلب النابض والواجهة المباشرة للدولة مع المجتمع. شكرا. هي أولا هذه المحطة الانتخابية سنقول نوعا ما الأخيرة هي تكملة لمسار، مسار اتخذناه، مسار انتخابي قانوني دستوري للذهاب إلى مجالس شعبية منتخبة تتماشى وطموحات الشعب الجزائري وبالأخص الحراك. مشينا في عدة محطات، الرئاسيات، تعديل الدستور، تشريعيات، وها نحن اليوم على أهم محطة اللي هي انتخاب المجالس الشعبية المحلية، البلديات والولائية. على أهم محطة. لماذا أهم محطة؟ لأن البلدية، المجلس الشعبي البلدي، هي أهم وأول منصة تواصل بين الدولة والمواطن حتى العادي في آخر نقطة في ربوع الوطن. إذن هذه المنصة اليوم إلى عملت على عدة مجالات اجتماعية أولها، اقتصادية، ثقافية، دينية، فهي تمس كل شرائح المواطنين وفي كل انشغالاتهم اليومية. إذن اليوم هذه المجالس الشعبية يجب أن تكون فعالة. إذا قلنا تكون فعالة تكون عندها صلاحيات، تكون عندها ميزانية، وتكون عندها مصداقية. وبالتالي اليوم احنا التمسنا النية في الدولة الجزائرية ومخطط ومشروع رئيس الجمهورية في توفير محيط لائم حتى نفرز هذه المجالس الشعبية المنتخبة البلدية والولائية، تكون فيها القطيعة مع الممارسات الأخلاقية لا أخلاقية القديمة، غلق الباب على المال الفاسد. لكن نوعا ما للأسف لاحظنا الكثير من التردد من الطاقات الجديدة التي كنا نعول عليها للدخول غمار هذه الانتخابات حتى نفرز مجالس تكون لها القدرة على رفع التحديات التي ستؤدي إلى المواطن أرياحية في حياته. لماذا التردد؟ التردد كان أولا ما نقولها في الجبهة الوطنية الاجتماعية، كنا نبأنا من هذا الخطر، نبأنا لما كنا في مشاورات قانون الانتخابات، قلنا أن النية حسنة للدولة، أن القانون تقني جيد لكن يفتقد اللمسة السياسية. ما هي اللمسة السياسية؟ هي هذه الخبرة تاعنا في المحطات الانتخابية، يعني وقدرة استباق ما سيكون فيما بعد. دخل الكثير من الأحرار، فتحنا الباب للأحرار، للجمعيات، للمجتمع المدني، جيد. وبالتالي كان هناك ناقوس خطر أول هو تصحير الأحزاب السياسية من الطاقات الشابة ومن الإطارات، لأنه كانت عندها مزايا كثيرة من الجهة الأخرى فيما يخص عدد التوقيعات، فيما يخص مبالغ أظرفة مالية حتى يستطيعون القيام بالترويج للحملة الانتخابية. وبالتالي الحزب اللي هو مؤسسة تكوين بامتياز
فقد نوعا ما من الوتيرة تاعو ومن الطاقات تاعو في المحطات الانتخابية. هذه من جهة. من جهة ثانية هذا الأحرار اللي دخلوا الغمار معظمهم صحفيين، معظمهم محاميين، إطارات، نخبة كبيرة. لما دخلت الغمار وما خرجتش بقوة في النتائج، أنا شفنا البرلمان تمثيل بالنسبة ربما فشلوا إذن هذا خلاهم اليوم في المحطة الثانية نوعا ما ما يكونوش متحمسين. ربما هنا يقول لك هو واضح هي نقص التجربة السياسية اللي تتطلب النضال. النضال ليس نتائج فورية بل هو استمرار لسنوات في هذا المشروع، ربما يقطف ثماره فيما بعد. هنالك من يقول انه النخبة ربما يصفها بالجبانة، أنها لم تتحمل مسؤوليتها، ما راحتش للمحليات، لأنه في آخر المطاف يقول لك أنه رداءت المجالس البلدية حتى سابقا هي تعود إلى انسحاب النخبة من جهة أخرى وسوء اختيار أيضا. تغيب النخبة وتراجع دور الأحزاب السياسية نظرا لتخوفها من ما سيقال عنها هل هذا حل في المجالس القادمة؟ يعني حطيت الأصبع في النقطة المحددة، وبالتالي النخبة اليوم عندها الكفاءة، لكن التمسنا شيء. النخبة ما تحبش النضال، لكن احنا كسياسيين شوف معظم الشباب في السياسة تصبح عندهم نضال 10 سنين 15 سنة باش الحق يروح البرلمان، باش الحق يروح المجالس المنتخبة، باش يظفر بمنصب. وبالتالي دور الحزب السياسي كذلك، أنا نقولها أنا كرئيس حزب لكن نقولها، علينا اليوم أن نرقى إلى طموح الشعب الجزائري، لأن الشعب الجزائري اليوم خاصة الشباب واعيين سياسيا، مثقفين سياسيا. إذن اليوم باش نجي كحزب سياسي محطة انتخابية تمد وعود كاذبة ما تنجمش تحققها، كاين البعض سامحهم الله راهي محطة لنيل المال. وبالتالي اليوم حزب سياسي ماشي يوم الانتخابات اللي يجيب مترشحين، لا، الأعراف السياسية تقول أنك بالأقل يكون عندك 5 سنين نضال، لأن أنت اليوم لما تروح المجلس راح تمثلني، تمثل برنامجي. ومن بعد المشكل اللي وقعنا فيه في كثير من المرات أن هذا المترشح يجي ينتخب ببرنامج وباسم الحزب، ومن بعد بالتالي كيروح المجالس أيا كانت يبتعد عن الحزب. وهنا المواطن يستعملها مطية. وهنا المواطن راهو يلاحظ، المواطن راهو يشوف، هذا من أهم الأسباب لشكلة العزوف. والنخبة ما تنجمش تدخل في هذه التلاعبات تعاود تنسحب. شفنا النخبة جات مع الحراك شوية، ولكن فيما بعد في عدة محطات عاودت انسحبت وبقت في صفة ملاحظ. إذن ربما هذه هي النقطة الجوهرية، النضال يتطلب تضحية في وقت، في جهد، أعصاب وإلى آخره. هو كل هذا من أجل الوطن. أنتم أشرتم إلى نقطة جوهرية، قلتم أنه هنالك من النخبة اللي ما يحبش النضال، يعني يحب كيف يحب يتبلص مباشرة أو المنصب مباشرة. المنصب حتى كي تقول له أرواح الروجو للحملة للمشروع، كيفاش نقول لك، معظم النخبة، ليس كلها، أنا أقول معظم النخبة باش ما نعموش، معظم النخبة ما عندهمش الكونتاكت، العلاقة المباشرة، العلاقة مع المواطن، المباشرة مع المواطن العادي، احتكاك. كان البعض من النخبة ما يتقبلوش النقد، هذا مشكل. بالتالي كما نقول لهم حنايا، ما تكونوش أكاديميين مغلقين في مربع، كونوا متفتحين، استمعوا. احنا السياسة هي متغيرات يومية، ظروف سياسية اقتصادية اجتماعية يجب أن نتعامل معها حتى نسوق المشروع ونبلغ أهداف. ربما هنا نصل إلى ضرورة عصرنة تسيير الجماعات المحلية البلدية. اليوم عليها أن تنتقل إلى
أفق أو نوع جديد من التسيير، تسيير وين يجعل البلدية والمجلس البلدي يجعله مستثمر، يجعله يفكر كيفاش يجيب الأموال خاصة في الظروف التي نعيشها. كيف ترون البروفايل أو الواجهة أو كيف يجب أن يكون المجلس المكونات البشرية لكي تنجح بلدية في الانتقال من التسيير الاتكالي على الريع والميزانية لتأتيم الدولة إلى تسيير استثماري مؤسساتي فيه ربح للبلدية؟ احنا أول مشكل في المجالس الشعبية البلدية هو الانسداد في المجالس. تصيب 3-4 تيارات متكونة داخل المجلس، وبالتالي يكون هذا الانسداد على حساب حسابات سياسية للإطاحة برئيس المجلس الشعبي البلدي وكذلك. وإلى أنه أن المبتغى، احنا في المجلس الشعبي البلدي ما سحقوش خلاف، سحقوا الاختلاف، خلاف انسداد، الاختلاف رحمة وتنوع، والأول المستفيد منه هو المواطن الجزائري. وبالتالي كذلك على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يكون رجل أعمال البلدية، نعطيه له الصلاحيات. احنا طلبنا قبل ما ندخلوا في غمار الانتخابات في جانفي 2021 ان نشوفوا قانون البلديه، نعاودوا نظروا في صلاحيات وتمويل البلديه. يعني اليوم لازم تكون امكانيات ماليه، اظرفه ماليه تتماشى وما تستحقه البلديه. وبالتالي هذا الشيخ البلديه كما سموه، شيخ البلديه لازم يكون عنده الكفاءه، القدرة والخبرة. الخبرة في التسيير، خاطش احنا رحنا في واحد المغالطة تاع الشباب والكفاءة. أنا شاب، أخي مولود شاب، لكن هذا ماهيش كافية في حد ذاتها. احنا اليوم لازم الناس كون أبيل ليفيكاسيتي، لو روندمون سور تيرا، المردودية. المردودية، أنت اليوم أعطيني بالخبرة 6 أشهر قدم لي ان بيلون، عام قدم لي ان بيلون. ويجب ادماج المواطنين في كل المشاريع عبر الجمعيات المتواجده في مختلف المجالات في البلديه. لكن نقدر انه نخلق تنوع، انه الشباب يكتسب الخبره بالعمل. على كل حال انه هناك خبرة الناس الكبار واللي عندهم خبرة سنين، ويعني يمتزجون بالشباب اللي عندهم الديناميكية، الحيوية، الإبداع، التكنولوجيا، يتحكموا في تكنولوجيا العصر، نخلق منهم قوة في التسيير المحلي. هو السيناريو الأمثل في هذا الطرح هو أنه نحطوا كهل ذو خبرة في منصب، اون لوي غراف ان جون شاب، وراه يتمرس معاه 5 سنوات. احنا هذا هو الفكر تاعنا في الحزب السياسي. الدور تاعو الاول انه يتعلم، من بعد يمارس التسيير في المحطه القادمه. الاطار اللي راه المسن ندخلوه للحزب، يولي كمستشار في الميدان، والشاب هذاك نبعثوه للامام يولي رئيس بلديه، وبالتالي يولي متمكن. وفي الامور اللي تكون عليها صعيبه يجي المسن بكوتشيا. لك احنا للاسف، انا قلت لك المشكل اللي رانا فيه انه حتى احنا طالبنا في قانون الانتخابات على تجريم التجوال السياسي، انه اليوم انت منتخب لما تنال منصب وتبتعد عن الحزب تفقد المنصب، سواء في المجلس الشعبي الوطني او في المجالس المحليه. بالتالي حتى نبني مؤسساتية حقيقية، لأن احنا شفنا عواقب التلاعبات السياسية في الفترة السابقة، وشفنا واش نخلصوا فيها اليوم، وشفنا السمعة تاع الحزب السياسي والممارسة السياسية كيف أصبح يشوفنا المواطن تلطخت كثيرا وفقد فيها ربما ثقة المواطن. نبقى دائما في البلدية، هنالك صورة نمطية عن رئيس البلدية، رئيس البلدية والمجلس الشعبي البلدي هو في المواجهة المباشرة مع المواطن. يعني هل اليوم رئيس البلدية والمجلس الشعبي البلدي لديه كامل الصلاحيات لكي يواجه
كل مشاكل المواطنين، لأنه هو صمام الأمام، هو الجندي الأول للسلم الاجتماعي. يعني هنالك ربما حتى ننير الرأي العام، المواطن لا يعلم كل صلاحيات المجلس الشعبي البلدي حاليا، والله رغم أنه رئيس الجمهورية أكد أنه سيعيد صلاحيات رئيس البلدية. أصبح اليوم رئيس البلدية شيخ البلدية بمثابة ممتص للصدمات بارشوك بالعامية فقط، ما عنده صلاحية توزيع السكن، ما عنده صلاحية التحكم في النفايات، ما عنده صلاحيات اللي ينجم يفرض بها نفسه حتى على الكونترول الفينانسي. وبالتالي هذا السكن رئيس البلدية اليوم مسكين سيبوا رافد كارطاب والدوسيات، وراه راح عند الوالي، وراه راح عند الشيف دايرة. والمواطن لما يروح يشتكي ولا يجيب حقه وين يروح؟ يروح البلدية، ما يروح للولاية ولا للدايرة. وبالتالي قلنا إعادة النظر في صلاحيات رئيس البلدية، في قانون البلدية، وفي الميزانيات الممنوحة للبلديات، والعدالة في التنمية عبر كل ربوع الوطن. كيف تكون هذه العدالة في التنمية؟ العدالة هنا يجي دور المجلس الشعبي الولائي، لأنه اليوم مقترحات التنمية في مختلف المناطق الموجودة في كل ربوع الوطن، المقترحات تجي من المجلس الشعبي الولائي هو اللي مدها لفوق. لكن احنا اليوم ما واش رانا نشوفوا، رئيس الجمهورية هو مشكور، كانت من أولوياته العدالة في التنمية المحلية في كل ربوع الوطن ورفع الظلام على مناطق الظلم. لكن المهمة ليست بالسهلة، لأن الإرادة والنية الحسنة لرئيس الجمهورية والدولة الجزائرية تمر أولا عبر هذه المجالس المحلية، وبالتالي هذه المجالس المحلية لازم تكون فعالة وما تكونش عندها طابع تقنقراطي إداري بالدرجة الأولى، معرقل معرقل. لأنه لماذا؟ احنا حبينا ولا ما حبينا، منصب منتخب على مستوى المجالس المحلية أو حتى مجلس البرلمان منصب سياسي، السياسي هو اللي عنده الطريقة تاع التعامل مع المواطن، وعنده كذلك سكون أبل الفلير، يعرف وين يروح يحط الأصبع ويمشي. والسياسي ما يخافش من الاحتكاك بالمواطن الغاضب عكس الإداري، يمشي ليه ويمتص الغضب بتاعه. هذه ديجا راهي 30% عنده سعة صدر، عنده سعة صدر كبيرة ويتفهمه. وبالتالي وكذلك السياسي لما يكون أمور في وزارة الداخلية أو في وزارة أخرى يفرض نفسه، عنده هذا الشجاعة السياسية، يطرح باش يجيب حقوق المواطنين في بلديته ولا في ولايته. وبالتالي يعني الطريقة الأنجع اليوم نقول النظر في هذه المجالس بدقة. احنا حققنا شوط بفضل مشروع الرئيس وبفضل قانون الانتخابات اللي هو قطع طريق على المال الفاسد وقطع الطريق على حاملين هذه الممارسات اللا أخلاقية، لكن مازال مشوار طويل يتطلب تضافر جهود الجميع كدولة، كأحزاب سياسية، كمجتمع مدني وكمواطنين كذلك. سنعود إلى هذه الجهود التي تتطلبها الجماعات المحلية وخاصة في جزء التنمية، لكن نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مرة أخرى مباشرة من قناة البلاد ومن الجزء الثاني من نقاش غرفة الأخبار، والذي يخصص عدده اليوم إلى الجماعات المحلية أو البلديات والولايات بين ضرورة عصرنا التسيير وتحديات التنمية. ودائما مع السيد خليفة رضوان رئيس حزب الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، مرحبا بك معنا مرة أخرى. سيد خليفة، ربما كنا نتكلم على صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي، ما هي وما يجب أن يكون؟ صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بقات له غير التشريفات فقط، يحضر غير المناسبات. لماذا؟ اليوم هو ما يتحكمش في السكن، أول موضوع حساس في البلدية هو السكن.
ما يتحكمش في النظافة في رفع النفايات، ما يتحكمش في المياه، ما يتحكمش في يسموها لا دي تي بي، أشغال عمومية، الإنارة العمومية. من يتحكم في كل هذه اليوم؟ الشيخ البلدية اليوم عنده غير الجمعيات رايحين جايين يحوسوا على السيفونسيون، يحوسوا على الإعانات، أبقاوا له المجال الثقافي، الاحتفالات الدينية فقط. ألور كو هذه القطاعات اللي ذكرتهم الآن تسيرهم مؤسسات أخرى. شكون أبيل دي زيبيك؟ دي زيبيك ولا دي ديريكسيون أفيلي للمينيستير، إدارات تابعة للوزارة، وبالتالي هو اليوم عنده حق التنسيق مع هذه المؤسسات، بصح ما عندوش السيادة على اتخاذ القرارات. ولو أنه في الآخر رفع النفايات هو اللي يخلص الفاتورة لزيبيك، هنا نشوفوا احنا ثاني في الجبهة الوطنية العدالة الاجتماعية نبحثوا رسالات كذلك للأحزاب، نتهربوش من المسؤوليات. احنا ثاني روحوا للمواضيع الحساسة في المجالس الشعبية، في لي سيسيون تاع المجالس الشعبية البلدية، لما تكلموا تكلموا على قرارات صحيحة، ما خلينا من البزنسة في لي كوليس. في المجلس الشعبي الولائي رئيس المجلس الشعبي الولائي لازم يتعامل بواحد الطريقة مع السلطات، انه يفرض، انه يجيب، انه يحمي. اليوم الشيخ بلدية ولا رئيس بلدية ماهوش محمي، يخاف، لأنه من بعد هو كي يدخل الداخل باش يفهم. ربما ولذلك تكلم رئيس الجمهورية على ضرورة عدم تجريم فعل التسيير. عدم تجريم فعل التسيير وكذلك إعطاء الصلاحيات وقانون البلدية لو ستاتو ديوالي. عندنا بزاف نقاش لازم نمشيو ليها. حنا ماناش نقولوا ديروا الفوضى ولا ديروا الضغط. حنا اليوم حتى في الجبهة الوطنية العدالة الاجتماعية لما نتكلم على المعارضة نتكلموا على معارضة إيجابية أولا، ونسموها التنافس، ونسموها التكامل. وفي آخر المطاف أنتم قوة اقتراح لأنه مع السلطات. نعم، لأنه في الآخر شكون هو المستفيد؟ هو المواطن. حنا همنا أنه المواطن يكون مستفيد ويصيب أريحية. احنا ما عدناش عصا سيدنا موسى راح نسقموا الامور كل في وقت واحد، لكن ما نمشيوش بالتسارع، نمشيو بخطى ثابته وامنه لتحقيق الاهداف. يعني رانا نمشيو في المشوار في المسار هذا، وكل مره نمشيو حتى نحققوا. ومن بعد كي نوفروا له رئيس البلدية والمجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي الولائي نحاسبوه. احنا من دعاة باش كي يخلص الموندا نجوز المحاسبة. ما عليك وما لك، ما عليك ما عليك، ما وعدتنا، كيف سيرت أموال هذا الشعب، ورانا واصلين. وبالتالي هنا لماذا كذلك ماهيش فقط المحاسبة فقط، باش رئيس البلدية اللي يجي من بعد تكون عنده اون باساسيون، تكون عنده اون سيتياسيون، وما نطيحوش في مشكل. انا هذا الملف مش انا اللي خدمته، مش انا اللي وقعت عليه، انا ما نسيروش، انا نسير الامور اللي تبدا من عندي، من العهده تاعي، وروح العهده السابقه. مؤسسه الدوله مستمره، يجب ان تستمر تسير. وبالتالي من المتضرر في الاخير هو المواطن والمواطن الجزائري. لازم نعيدوا النظر، لازم تكون عندنا نظرة مستقبلية ومنتظمة، ونعيد ذهنية التسيير قبل أن نتكلم على آلية التسيير. احنا عندنا مشكل في ذهنية التسيير، بالتالي الحسابات الضيقة، الحسابات السياسية نوضعها بجهة، ويكون هذا رجل البلدية بمثابة رجل الأعمال البلدية، يشوف مستثمرين يستقطبهم، نعاودوا نشوفوا النظر في تحصيل الضرائب وراه يتخلص الضرائب. هنا كاين مشكل كبير تعاني منه البلديات، انه لي سيت دو برودكسيون يكونوا في البلديه ما داخليه في مديه ولا في تابع البليده، وانه لو سياج سوسيال يكون في الجزائر العاصمه. وبالتالي راك تستثمر في
في البلدية الداخلية، والضرائب تخلصها على المستوى المركزي، وهذا ما يشكل عائق بالنسبة للبلدية. ربما هنا كذلك أنه أكبر، استسمحك فقط سي خليف، أكبر المشاكل تاع البلديات هي التحصيل الضريبي. وذكر رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون على أكد على ضرورة التسيير الحسن والارتقاء بالتسيير للمرافق العامة. يعني في بعض الأحيان نجد أن البلدية مرافق عامة بمليارات إما مهملة أو يتم كراؤها بأثمان يعني بخسة زهيدة جدا. وهذه كل هذه المرافق لو تستغل بطريقة جيدة ستدر أموال، هذه الأموال التي ستسير بها البلدية وتعود تولي حتى للشعب. وعلى رئيس البلديه حتى يروح البنوك يجيب قروض لانجاز مشاريع تعود بالفائده على البلديه وعلى المواطنين من كل النواحي ومن الجانب المالي. احنا اليوم رئيس البلديه يبقى يستنى في الغلاف المالي يعني اللي يكون ممنوح من طرف الوزاره او من طرف السيد الوالي، وهو تحت رحمه المراقب المالي العام. كيف؟ والأيام تمر والأشهر تمر والسنوات تمر مكبلة. والمشاكل تتراكم، ومن بعد كيف الحلول؟ احنا اليوم ضحية تراكمات سياسات سابقة في التسيير كانت غامضة وفاسدة. اليوم رئيس البلدية يمشي على محورين، يابوري انا سينيسمو تاع الريليكا اللي كاين، ويمشي واش كاين اليوم كمشاريع. يعني يتحمل الماضي والحاضر. يتحمل الماضي والحاضر. اليوم سيد خليف هنالك من يقول انه هنالك جزء كبير من المسؤوليه على عاتق المواطنين في البلديه فيما يخص نوعيه مجالسهم البلديه. هناك الكثير يشتكي من رداءة المجالس البلديه ورؤساء المجالس البلديه، وفي الاخير هم يعودون الى سببين. السبب الاول هو العزوف، والسبب العزوف على الذهاب للانتخاب، والسبب الثاني هو يعني سوء الاختيار. اذا كان جاهل او امي او واحد كان ساء التسيير، لكي نتكلم بكل بساطه، فهو نتيجة أنه لما النخبة ما تروحش تنتخب، لما الناس الصالحين ما يروحوش ينتخبوا، أكيد أنه الطبيعة تأبى الفراغ. نعم. فمباشرة الرداءة ستحل محل الكفاءة. والله المواطن الجزائري وفي الأخير هو خيار انتخابي حر. أنا المواطن والمواطن الجزائري نوجه له رسالة أنه يدير فرق بين السياسة العامة ويدير فرق بين السياسة على المستوى المحلي. لماذا؟ لأنه التغيير على المستوى البلدية هو نفسه لما تغير في بيتك. اليوم ناخذ مواطن عادي يعمل شهار بأجرة، تجي تتكلم له على الاستثمار بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين والتصدير والآليات والمبالغ قروض بنكية كبيرة، أنا أقول لك ما تهموش. ولو انه يتهمه لانه بطريقه غير مباشره ما تعاودوا لي ليه الارتدادات، بصح حنا نقولوا ما تهموش. لكن على مستوى البلديه، رئيس البلديه هو اول الاهتمام تاعك. اولا تشارك في اختيار المترشح، ثانيا بمجهودك في نطاقك تساعده في الحمله الانتخابيه، رابعا توقف معاه يوم النتائج. أنا اليوم اخترت فلان، نستنى كما نستنى المقابلة اليوم تاع بوركينا فاسو مع الجزائر، نخلي كلش وش عندي ونروح نبقى مقابل التلفاز ونتبع. الحاكم ظلم، وانت في الأمور المهمة. سيدي احنا وش نقولوا اليوم؟ احنا اللي همنا هو ولادنا الأجيال الصاعدة أكثر منا، خاصة أن السياسات البلدية تأثر مباشرة على المواطن. نعطيك أنا المطعم، أنا اليوم تقول لي أنا ما ناكلش ما يهمنيش، قالوا كان نعلم بلي وليدي في المطعم تاع المدرسة ما كلاش ولا قدموا له وجبة غير صحية نتقلق. تقول لي وليدي بلي ما كنتش في التدفئة ما كانش نتقلق، السجاج مكسر نتقلق،
وهذا شكون؟ إذا اليوم أنا نغيب على العملية الانتخابية السياسية ونقول خلينا منهم، أنا هذاك النهار نتكلم لك بالعامية، هذاك النهار نروح للبحر ولا نروح للجبل ولا نروح من بعد ننتقد الرداء اللي طلعت، ومن بعد كانت أنا كيجي المشاكل ويجوا بلادي يشتكي ونقول هذا ماي بلدية، هذه ماي بلاد، أنا رديتها ماشي بلدية، أنا رديتها ماشي بلاد بالتصرفات. وقلت لك السياسة العامة زي، والانتخابات المحلية على مستوى البلدية زي آخر، تبنيها أنت بلديتك، ما كاش اللي تجيبنيها لك. وعندنا فتنا 1541 بلدية أظن، هذوك إلا حبيت يكون عندنا 1541 رئيس جمهورية هذا شيء آخر. احنا هما اللي نبنوا البلدية، احنا هما اللي نكونوا لي لونسور دالير تاع البلدية. لأننا نقول لك واحد الشيء، عندي الشجاعة باش نقولها، هذا فيروس الأنانية اللي خلاه الاستعمار مازال سائد اليوم. احنا مازال المواطن الجزائري الجزائر تاعو من الباب تاع برا للداخل، هذيك هي الجزائر تاعو، من الباب برا هذيك جزائر واحدة أخرى. انت اليوم عند باب دارك ما تنظفش، تجي تكلم معايا يقول لك انا نخدم خدمه البلديه، كاين حفره صغيره تقول له نكوتيزي ونخدمها، يقول لك انا نخدم خدمه البلديه. انت هو البلديه، انت هو المسؤوليه، انت هو. اذا اليوم انت ما وقفتش كيف اليوم تقول لهم نتحدوا نديروا ملتقى باش نروحوا البلديه نقدموا لهم بعض الاحتجاجات على الاناره، على في الليل كاع يقولوا لك ايه. تنوض الصباح تسب عندهم هما 100 عذر وتسب روحك وحيد. حنا اليوم في عماره، يعني باش نعطيك حقائق، حتى في عماره فام دو ميناج ما تفاهمناش عليها، رمي النفايات ما تفاهمناش عليها، الماء ما تفاهمناش عليها. ما حبينا نروح، لازم حس مدني، حس حضاري، مسؤوليه المواطنه هذه هي اللي نبداو بها. يعني انا دوك نحب نغير شيء، نغير نفسي أنا الأول، نغير الذهنية تاعي باش ننجم نغير هذاك الشيء. سيد ميخاليف ربما رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون ورئيس الحكومة أوصى وحث على ضرورة التسيير بالتشاركية، التشاركية القبلية والتشاركية البادية مع كل أطياف المجتمع المدني للشؤون المحلية. يعني كيف ترون هذه الطريقة؟ يعني مهمة جدا، لاقت استحسان الجميع. هي مبدئيا هذه الفكرة الأساسية في التعامل مع المواطن، وإسداء خدمة نوعية للمواطن الجزائري، وتصويب يعني المشاريع. لكن هذا التنسيق بين السلطات المحلية ومن نسميها المجتمع المدني اللي هو أنا يعني السوسيال مؤسسة، هو الجمعيات. ما نوعية هذه الجمعيات؟ ما نعموش، ما نوعية معظم هذه الجمعيات؟ هل هي قادرة أن تواجه السلطة بصفة دبلوماسية إيجابية لفرض رأيها في المشاريع التي يستحق أن تكون في هذه البلديات أو في هذه القرى أو هذه المناطق المعزولة داخل الولاية؟ يعني بطريقة أخرى، هل هي ترقى أن تكون قوة اقتراح لدى السلطة؟ وهل هذه الجمعيات لا تقع تحت خطر المقايضة؟ أنا نسكت لك على المشروع هذا، وأنت في الغلاف تاعي أعطيني مزايا. هذا هو الواقع المعاش. إما أن نمشي مع جمعيات فعالة قوية، هذا هو السيناريو المثالي. بالنسبة للمجتمع المدني هو دور محوري هنا، نقول نتكلم على نوعية جمعية المجتمع المدني، وفي حين آخر نتكلم على تشنج السلطات المحلية أو
أو الجماعات المحلية في تعاملها مع المجتمع المدني بدونية وبفوقية وربما غلق أبواب، ولو أنه الإدارة المركزية والسلطات المركزية وعلى رأسها رئيس الجمهورية يحث ويعيد عن طريق تعليمات، عن طريق قوانين، عن طريق أمريات بضرورة التنسيق مع المجتمع المدني محليا، كان في المشاريع أو في كل يعني في كل مجالات. نرى بعض البلديات لما يكون تنسيق جيد مع المجتمع المدني نرى فيها حيوية، نشاط، مشاريع، حركة في المجتمع، ديناميكية كبيرة. ورئيس الجمهورية والدولة الجزائرية يريد أن يواكب وأن يساير المعمول به في الدول المتقدمة، هذا شيء إيجابي كبير. لكن زمننا ورشة استباقية، احنا كنا قلناها في الجبهة الوطنية العدالة الاجتماعية، قلنا إعادة النظر، هذا في 2020، إعادة النظر في النسيج الجمعوي وإعادة النظر في النسيج الحزبي فعلا ناسين اسمه تركيب البشرية. شوفوا أني طاديليو وش عندنا كم كونسيستان في الجمعيات، وش عندنا كم كونسيستان في الحزاب، ونشوفوا إلا نزيدوا نبنيوا ولا نعاودوا من الصفر باش نعرفوا روحنا، لان هذ الميكانيزمين الاثنين يعاودوا يظهروا في كل مشروع تنموي ترقوي ايا كان في اي مجال توضع الدوله لخدمه المواطن. اذا هذه الجمعيات اللي راهي كاينه كيف راح تواكب، كيف راح تسير؟ ولازمنا نفرقوا بين الجمعيات الخيريه والجمعيات الثقافيه والجمعيات التنمويه، أن نضع كل وحدة في السياق تاعها وما يكونش هناك خلط. يعني الديكور هذا اللي حابين نخدموا بالديكور خلينا عليه، لأنه راح يهدد لنا النتيجة تاع كل مشروع، نجاعة كل مشروع، ويفقد لنا شوية الأمل في المواطن الجزائري. لأنه مش أيضا لدينا لا الوقت ولا المال، ما عندناش الوقت وما عندناش المال. صحيح سيد خليفة رضوان، ربما في الأخير لكي نختتم هذا البرنامج، هل أنتم متفائلون بعد هذه الانتخابات المحلية؟ شوف متفائلين كثيرا 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 كثيرا. أنا الجيل تاعي والجيل تاعك عشنا كل الأزمات الصعبة اللي مرت بها الجزائر من أحداث 5 أكتوبر وأنا كنت صغير شاب، إلى العشرية السوداء، إلى ما أتى ما بعد وما فقدناه. وبالتالي إحنا على بالنا تدهور الأوضاع، فقدان الاستقرار الأمني للبلاد، ما هي العواقب تاعو على الشعب الجزائري؟ إحنا كي خرجنا من الوضعية الصعبة السياسية في 2019 اللي مرت بها الجزائر الحمد لله، وهذا التغيير اللي جاء بفضل الحراك السلمي اللي مشينا الرئاسيات الحمد لله، كان عندنا رئيس ويعني فككنا القنبلة الموقوتة تاع اللي كانوا يتربصوا بالجزائر ذو النوايا السيئة للذهاب إلى يعني سيناريوهات أخرى. كنا قلنا أن الجزائر مهددة لوضعها الجغرافي ولا زالت تواجه تلك التهديدات إلى يومنا هذا، قوتها الاقتصادية هي آخر نقطة استقرار، ركيزة الاتحاد المغربي، الاتحاد الإفريقي، دولة الجامعة العربية. وبالتالي احنا بقينا دائما فريسة. احنا اليوم متفائلين أن خرجنا من منطقة الخطر، رانا نمشي ومحطات انتخابية نقول لك لبناء وتحسين الجبهة الداخلية فيها نقائص، مازال كاين نقائص موجودة. يعني التغيير مش راح يكون في سنة في سنتين، لكن كما قلت أن نمشي بخطى ثابتة وآمنة، وبالتالي اللي راح يكونوا من بعد، وإحنا الأول مهمة تاعنا أن نوفر لهم هذا المحيط اللائم اللائق النقي السياسي، سيعالجون ما هناك من نقائص، ويبقى بحول الله يعني همنا الواحد هو أن تبقى هذه الجزائر رائدة شامخة إقليا بجيشها القوي، بشعبها الأبي في الداخل وخاصة في الخارج، وبالتالي إن شاء الله نبقى متفائلين.
ونبقى متفائلين دائما ونتفائل بغد أفضل، لأنه من يبني الدار إلا أهلها. نشكرك جزيل الشكر السيد خليف رضوان رئيس حزب الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية على كل هذه الإسهامات، والشكر موصول أيضا إلى كل من يساهم في استقرار وأمن هذه الأمة العظيمة. نصل الآن إلى نهاية نقاش غرفة الأخبار لنهار اليوم، فقرتنا متواصلة، نلقاكم في عدد آخر بحول الله، السلام عليكم.